السلام عليكم. رح ناخذ صورة للحلو هذا، لكن باستخدام طريقة الرسم بالضوء بكشاف عادي. ما أدري، يمكن الصورة تطلع تمام. نشوف في الأخير إيش راح يحصل. راح استخدم هذا الكشاف الصغير الـ LED، راح أسوي هذه الطريقة. طبعا إحنا راح ناخذ الظلال، راح ناخذها في صورة، والإضاءات راح ناخذها بصورة ثانية ونشوف. أخذنا الفوكس على صاحبنا الصاروخ ده، طبعا التصوير راح يكون بالريموت. راح ناخذ عدة صور زي ما انتم شايفين. أول شيء لازم ناخذ صورة للظل. صورة الظل هذه مرة مهمة. الظلال ظل الكادر يتأخذ له صورة لوحده. هذه الصورة طبعا أنا قاعد أصور وبطالع في الكمبيوتر عشان الصورة لازم تطلع هناك، أشوف التعريض كيف كويس ولا لا. طيب إحنا أخذنا صورة الآن للظلال، الآن ناخذ صورة على الكادر. شايفين هذه الدائرية دي، ناخذ لها صورة. الريش حقت الصاروخ ولا الدائري ده. بعدين ناخذ الكادر. العاده احنا ناخذ بالفلاش ضربه واحده على الجسم لو كان عندنا فلاش يعني، بس انا راح اصور تعريض طويل شويه واسوي خط زي كذا. شوفوا كيف. طيب راح اسوي كمان نفس الخط بس من ورا زي كذا من هنا. نفس الدائرة هذه الريشة اللي راكبة على الصاروخ كمان اروح اخذ من ورا كذا اضاءة زي ما انتم شايفين. هذه الحدود اللي احنا نبغاها. بعد كده ناخذ للخلفية إضاءة، لكن ناخذها بطريقة قطرية زي كده يعني. نسوي كده زي ما انتم شايفين حق بامب الصورة الآن. طيب نعيد ونكرر، ناخذ ظلال ثانية عشان بس لا نرجع نصور مرة ثانية، ما يحتاج. باخذ ظل ممتد شوية للكادر. وبس نروح الآن للمعالجة. نزلنا الصور على الكمبيوتر زي ما انتم شايفين، كل الصور هنا نحددها كلها وندخل أو ندخلها على الفوتوشوب مباشرة. يعني ما ندخلها لايرات، لا ندخلها على الفوتوشوب عشان نسوي حاجة مرة مهمة اللي هي الوايت بالانس. ناخذ الصورة اللي كان فيها باينة الخلفية الرمادي، عشان عادتي اخذ الوايت بالانس انا لما اضغط على الخلفية زي كذا. بعد كذا اقول له هنا سيلكت اول، بعدين اطبق من السينك سيتنجز المعالجة على كل الصور في الوايت بالانس. بعدين اجي اضغط هنا دن في اليمين تحت، ارجع مرة ثانية على برنامج البريدج. كثير من المصورين يعني ما يعرف البرنامج هذا للأسف، لازم تبحثوا عن البرنامج هذا وتعرفوه. أحدد الصور كلها وأجي هنا عند تولز فوتوشوب وأدخلها كلايرات على الفوتوشوب. حتدخل الآن كلايرات. دخلت الصور كلايرات زي ما انتم شايفين. والعادة انه انا اخذ صورة رئيسية، بعد كذا اشوف باقي الصور او اجمع باقي الصور احطها فوقها واخذ الاضاءات اللي تناسبني. فاللي راح اسويه الان انه راح اخذ، فاكرين الصورة اللي اخذنا فيها الظل؟ في صورة اخذنا فيها الظل بشكل كبير كذا،
طيب ناخذ هذه الصورة كصورة للظل وحطها آخر شيء تحت. هذه الصورة اللي راح تكون الصورة الرئيسية. بعد كده راح آخذ باقي الإضاءات من باقي الصور. مو لازم أستخدم كل الصور، أنا صورت احتياط صور كثيرة، لكن ربما بعض الصور تكون كافية. هاخذ الصورة هذه عشان إضاءة القرص، الإضاءة اللي على القرص. بس قبل كل شيء أروح أنزل الإضاءة من على القرص، أضغط على البرايتنس كونتراست وأنقص البرايتنس شوية، أحول اللاير نفسه اللي فيه إضاءة القرص للايتن. بس هنا أقول له لما أخلنا ذا اللاير أضغط على ذا الزر عشان تأثيره يكون بس على الصورة اللي فيها إضاءة القرص عالية. هذه كفاية. بعد كده أخش على الصورة هذه، هذه إضاءة القرص صارت فيها الإضاءة مرة عالية ما نحتاجها. الآن الإضاءة على جسم الصاروخ نفسه، هذا نسميه إحنا صاروخ اللي مو عارفه. طبعا هو ما يطير لكن هو كده اسمه صاروخ، إيش أسوي يعني. طيب ناخذ الإضاءة اللي على جسم الكادر فحولها لسوفت لايت، اسف للايتن، بعدين اضغط ماسك والت عشان بشيل الاضاءات اللي اثرت في الاماكن الثانيه. شايفين الظل كيف اتاثر؟ انا ما بعيد اتاثر من اللاير هذا غير جسم الصاروخ او الاله هذه او الاداه. اضغط الت وماسك، راح التاثير تماما من على الكادر، انا باخذ بس التاثير اللي كان على الجسم، جسم الاله. اخذ الفرشه واللون الابيض والاوباسيتي 100% واجي كده امسح، اخذ الاضاءه اللي كانت على الاله نفسها. اجي الان اشوف الصوره اللي بعدها اطراف الاله. لا هنا ما بين السلك عندي تمام، في واحده ثانيه انا صورتها بينت السلك، هذه ما نحتاجها. هذه هي. اجي اقول له هنا لايتن مره ثانيه، لاحظوا كذا الفرق، اثر في الظل، فخلاص ما دام اثر في الظل اضغط الت وماسك واروح امسح على المكان بس اللي ابغى فيه الاضاءه هنا والسلك. طيب اشوف الباقيين الاضاءات الثانيه، في إضاءة كانت في ذي المنطقة تحت، بس عشان لا تصير لخبطة خلونا إيه نحط الليارات كلها عند بعض، نقربهم عند بعض. الليارات اللي استخدمناهم عند بعض زي كده، بعضهم كده شوفوا، هذه حقة الظل وهذه للقرص. هنا القرص قللنا الإضاءة اللي عليه، بعدين إضاءة جسم الكادر وإضاءة أطرافه. برضو راح نسوي عملية كده مهمة في موضوع صياغة الصورة في الأخير، يعني ما نعتمد كل هذه المعالجات. نحن دي المنطقة ما عليها إضاءة، أخذنا إحنا صورة من تحت لها، فبرضو أحولها من نورمال للايتن، فأخذ الماسك وألت، وأخذ الفرشة واللون الأبيض زي العادة وأمسح في دي المنطقة. مسحنا، نحولها هنا نسوي فيذر على المكان اللي مسحنا فيه، بس بسيطة. طيب الصور الباقية أنا ما أحتاجها، راح أحذفها عشان يخف علي الرام، هذه كمان ما نحتاجها. بنشوف الحين نعيد صياغة الصورة من أول جديد. إحنا اشتغلنا على الصورة الرئيسية، قلنا أخذنا الظل وأخذنا من الصورة الرئيسية هذه المنطقة في الإضاءة، أنا ما أحتاجها، فخليني أرجعها لنورمال
واخذ الظل الان بس من الصوره، يعني اضغط ماسك واخذ الارضيه فقط باللون هنا اللون الاسود. يبان السلك على ما ابغى يبان. بعد كذا قصنا اضاءه القرص زي ما سوينا اول. شوفوا انا دخلت على القرص، الحين برجع مره ثانيه اعدل، اخذ لون ابيض اقدر ارجع اصلح الخطا. وبعد كذا اضاءه على الكادر. من هنا كادر، ايوه الكادر هنا لازم نرجع ناخذ الإضاءة اللي كانت على السلك. الكادر من فوق، شوف الصورة اللي بعدها أطراف الكادر من تحت. طيب أنا بالغلط حذفت الصورة اللي فيها الخلفية، نرجع نحطها. ندخل على راح تدخل على زي ما انتم شايفين على الفوتوشوب رو، نضغط اوبن ايمج على طول مو مشكلة. انسخها واحطها بعدين معاهم هنا زي كذا، هذه احطها فوق واحولها لايتن. راحت الخلفية طلعت معانا الصورة. أروح أخذ ورقة تعتيق وانسخها، احددها كلها وانسخها وارجع احطها فوق الصورة. لازم ورقة التعتيق تيجي فوق هنا، تصير اول صورة فوق في الليارات. اخذ اداة الموفي تول هذه شغلة زي كذا، احولها لسوفت لايت. ورقة التعتيق احولها لسوفت لايت. اضغط ريو ساتوريشن زي العادة واسوي لها كليبنج عشان انزل لون ورقة التعتيق شوية. كده قبل كده بعد. ورقة التعتيق نفسها نقدر نسوي لها جازن بلور عشان يعطينا كده كأنه راحت في الاوت فوكس الخلفية، لانه صورنا على فتحة عدسة مرة واسعة. هذه الصورة انتهت معالجتها. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم.